تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، كيف يمكن أن نحيي الروح المعنوية في نفوسنا؟ كيف يمكن أن نبت الأمل في النفوس الضعيفة؟ اليأس والقنوط هذا مخالف لمبادئ الدين، ومخالف لمبادئ الشريعة، ومخالف لمبادئ الإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نيأس من رحمته، وقال جل جلاله: ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإنسان عليه أن يقوي إرادته، وعليه أن يقوي عزيمته لمواجهة الظروف الصعبة، ظروف الحياة ومشاكلها لا تكاد تنتهي. لهذا ربنا عز وجل نهانا أننا نقنط من رحمته الواسعة، واعتبر بأن الذي يقنط من روح الله علامة على ضعف الإيمان، فقال جل جلاله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لهذا الذي ييأس من رحمة الله هذا يتعامل بسوء أدب مع ربه، لأن الله تعالى أعطانا مجموعة من الإشارات القوية في نعمه وفي تيسيره، فإذا شعرنا باليأس لا قدر الله فإن ذلك مخالف لمبادئ الدين ومبادئ العقيدة. ونحن المسلمون دائما نفتخر بديننا، ربنا عز وجل يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فينهانا دوما عن اليأس، وينهانا عن القنوط، ويعتبرها من الذنوب الكبار. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما يتحدث عن الكبائر يقول: الكبائر أربع: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذه كلها تسمى كبائر. فلا ينبغي للإنسان في الظروف الصعبة أن يترك القلق والخوف والهلع واليأس يتسرب إلى قلبه. الحياة أيها الأحباب الكرام هي هبة وهبها الخالق عز وجل لنا جميعا، وهي تحتاج منا إلى الأمل، تحتاج منا إلى البشارة لتستمر. لابد من الأمل، الأمل هو إكسير الحياة، بالأمل ندفع الحياة في نشاطها ونخفف من ويلاتها. الأمل باعث للبهجة وللسرور في دروب الحياة. وقديما قالوا: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. والله سبحانه وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة هو باعث الأمل في النفوس، يبعث الأمل في نفوس عباده المؤمنين، وينشر الرحمة على كل خلقه. وهو الذي قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. الله جل جلاله اعتبر الأمل هو توأم الإيمان، فكلاهما يخرجان من مشكاة واحدة. ونادى كل عباده فقال:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإنسان هذا الكائن اللطيف الذي خلقه المولى عز وجل بطبعه يحب البشرى ويحب أن نطمئنه إلى أوضاعه، يحب نفسه أن تكون مطمئنة، لأنها كلما كان شعر بالطمأنينة شعر بدافع قوي يدفعه إلى العمل، تمنحه القوة وشرارة الحياة. لهذا الله سبحانه وتعالى فتح على عباده جميع أبواب الرحمة. اسمعوا أيها الأحباب الكرام ما يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يفتح أبواب الرحمة على مصراعيها ويفتح باب الأمل والبشارة لكل خلقه، لأنه بالأمل الإنسان يذوق طعم السعادة وبالتفاؤل يشعر ببهجة الحياة. فإذا استصحب الأمل فإنه سوف يجعل الصعب يهون ويجعل البعيد يدنو ويجعل الأيام البعيدة تقترب ويجعل الزمن جزء من العلاج للظروف الصعبة. كيف يمكن أيها الأحباب الكرام أن نبني الأمل في قلوبنا والطمأنينة والسكينة في نفوسنا؟ أولا لابد أننا نعمق الإيمان بالقضاء والقدر في قلوب أبنائنا ونشئنا، نربي أنفسنا جميعا على حسن التوكل على الله، ونعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. علينا أن نقوم بتنمية الثقة بالنفس وتعزيز القدرة على التغيير إلى الأفضل. فالإنسان خلقه الله تعالى وأعطاه مؤهلات كثيرة، أعطاه العقل، أعطاه الفكر، أعطاه الإدراك، أعطاه الإرادة لكي يقوم بالإصلاح والتغيير إلى الأفضل. فلابد أننا نقوم بتنمية الثقة بالنفس سواء في المدرسة أو في المجتمع أو في كل مؤسسات الدولة ومؤسسات الحياة، ونتذكر بأن الله تعالى لا يعجزه أي شيء لا في الأرض ولا في السماء. الله تعالى قادر على كل شيء، لو أراد أن ينهي هذه المأساة في لحظة أنهاها سبحانه وتعالى. فهو يقول عن ذاته العلية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكم من مريض كان يعاني سنين طويلة ويأس الأطباء من دوائه وقنطوا من شفائه، لكن هذا المريض لما قوى عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في قلبه ولما رب نفسه على التوكل على الله تعالى ولما قام بالدعاء والتضرع إلى مولاه تفاجأ بأن الله عز وجل شافاه شفاء تاما وكشف عنه البلاء حتى احتر في أمره الأطباء. فعلينا أن نعمل على تعميق الإيمان بالقضاء والقدر وتنمية الثقة بالنفس، وهذا إنما يكون بأن نتحدث كثيرا عن قصص الأنبياء وقصص الصالحين وغيرهم من أهل الخير الذين واجهتهم صعوبات كبيرة في الحياة ومع ذلك لم يستسلموا ولم يشعروا بالضعف ولا بالهوان ولم يكن ذلك سببا في توقفهم، بل الصعوبات تخلق الرجال. علينا أن نربي أبناءنا وبناتنا ونربي أنفسنا بأن نتعرف أكثر
على قصص الأنبياء والمرسلين وغيرهم ممن واجهوا صعوبات في الحياة ومع ذلك تقووا بالإيمان وتقووا بالعقيدة واستطاعوا أنهم يتجاوزوا كل الصعوبات. ولنذكر بعض الصور المضيئة على طريق الأمل، صور الأنبياء والمرسلين. نذكر مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام، سيدنا ومولانا إبراهيم الخليل الذي كان شيخا كبيرا ولم يرزق بالأولاد، وظل يدعو الله تعالى كثيرا أن يدعو أن يعطيه الأولاد حتى بعد أن كبر بلغ 90 سنة، وكان يقول ربي هب لي من الصالحين، وبعد دعاء طويل ربنا استجاب له وأعطاه ذكرين، أعطاه إسماعيل وأعطاه من بعد إسحاق. الله سبحانه وتعالى ابتلاه، كما أن الناس كلهم لابد أن يعرفوا هناك سنة الابتلاء، ونحن في الحياة الدنيا لابد أن نمر بمحطات ومراحل فيها سنة الابتلاء. سيدنا إبراهيم ابتلاه الله تعالى ابتلاءات شديدة، وكان كل ابتلاء ينجح فيه نجاحا مبهرا. من ذلك مثلا أنه أمره أن يأخذ زوجته هاجر ورضيعها إسماعيل عليه السلام أن يأخذهما من العراق إلى الحجاز إلى مكة المكرمة، وأن يتركهما عند الكعبة المشرفة، وكان ذلك أيام زمن يسمى بواد غير ذي زرع. ثم أمره الله تعالى أن يترك الزوجة والابن في حر الشمس وفي الجوع والعطش، ما كان عندهم لا طعام ولا شراب ولا طائر يطير ولا وحش يسير، خلاء وضعهما هناك بأمر من الله ثم رجع ولم يلتفت. كانت زوجته هاجر تقول له يا إبراهيم الله أمرك بذلك، الله أمرك بذلك، تقولها مرارا وهو لا يجيب ويسير دون أن يلتفت. ثم تأكدت أنه أمر الله فقالت اذهب إذن فإن الله تعالى لن يضيعنا، اذهب إذن فإن الله لن يضيعنا. وبقيت هاجر عليها السلام في وضعية صعبة وفي جوع وعطش وفي خلاء وعراء وحر الشمس تبحث عن جرعة ماء، وابنها الصغير يبكي إسماعيل، وصارت تسعى بين جبلين اللي هما الآن يتسموا الصفا والمروة، تسير ذهابا وتسير إيابا وتتضرع إلى الله تعالى. انظروا إلى أثر رحمة الله، ربنا عز وجل بعث جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل، فضرب بجناحه جبال مكة فانفجرت عيون بئر زمزم، فبدأ الماء ينبع، وبدت أم هاجر تشرب من الماء وشربت كثير حتى أن الماء فاض، وقالت له زم 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 يعني كف كف، فتوقف الماء. لو لم تقل زم زم لا صارت بحيرات هناك. وانظروا الآن ماء زمزم لا زال يتدفق إلى يومنا هذا، الناس يشربون منه منذ مئات السنين، وكل العالم يشرب، الدول العربية كلها والبلاد الأسيوية والأمريكية والإفريقية والأوروبية، الكل لما يذهب إلى العمرة والحج يشرب ما شاء أن يشرب ويتضلع من الشرب، ثم يأتي به ببعض من الماء إلى ذويه وأهله في مختلف المدن ومختلف دول العالم. فرغم أن هذه الصورة الصعبة التي عاشتها أمنا هاجر، ولكن فيما بعد ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأمة وأكرم الإنسانية بماء زمزم، فرب ضارة نافعة. سيدنا موسى عليه السلام أيضا صورة مضيئة على طريق الأمل. سيدنا موسى لما أمره الله تعالى أن يخرج من مصر ومعه بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرض وكان يعذبهم فرعون، لما خرجوا تبعهم فرعون وجنوده، وموسى عليه السلام يجري ومعه المئات والآلاف من بني إسرائيل وفرعون معه الآلاف المؤلفة من الجيوش وعندهم أسلحة فتاكة، وسيدنا موسى يجري مع أتباعه حتى اعترضهم البحر، جاء البحر أمامه، فماذا يصنع؟ إنها ورطة كبيرة.
فرعون بجيوشه وسيوفه وحرابه وكل أسلحة الفتاكة وراء موسى، والبحر من أمامهم، ماذا يصنع في هذه اللحظة؟ بعض بني إسرائيل ممن كانوا إيمانهم على قد الحال شعروا بالخوف ولم يشعروا بالثقة بالله، فقالوا يا موسى إنا لمدركون، سوف يصيبنا الخطر، الخطر قريب منا، سوف يقتلنا فرعون، سوف يقضي علينا، لا أمل لنا في النجاة مطلقا. لكن سيدنا موسى رد على هؤلاء الفئة من بني إسرائيل بقدر ما كان على عظيم الإيمان بالله تعالى، فقال لهم قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى أنجى سيدنا موسى ومن معه، فأمره فضرب البحر فانفلق، ومن ثم مر بنو إسرائيل بسلام. فانظروا إلى هذه الأزمة، أزمة خطيرة جدا مر بها سيدنا موسى عليه السلام مع قومه، ومع ذلك مروا بها بسلام بفضل ثقتهم بالله وقوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. وهكذا قصص الأنبياء والمرسلين كثيرة، كلها صور مضيئة ومشرقة على طريق الأمل. من منا لا يدري سيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب الذي ابتلاه ربه بذهاب كل ماله ومات أولاده وأصيب بمرض شديد، ثم مع كل هذا بقي صابرا محتسبا، وكان ينتظر بأن الفرج سيأتي يوما ما، وفعلا بعد صبر جاءه الفرج. وربنا عز وجل خلد ذكره في القرآن وقال عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الأزمة اللي مر منها سيدنا أيوب ما مر منها التوحد في البشرية، أخطر أزمة في تاريخ البشرية هي لسيدنا أيوب، ومع ذلك صبر واحتسب حتى جاءه الفرج من عند الله، حتى أصار يقال صبر أيوب يضرب به المثل، حتى قيل بأن صبر أهل الجنة على صبر أيوب عليه السلام. أهل الجنة قيل بأن طولهم على طول آدم 70 ذراع، وعمرهم على عمر عيسى بن مريم 30 سنة، وصورتهم جميلة مضيئة على صورة يوسف عليه السلام، وصبرهم على صبر أيوب عليه السلام، وخلقهم على خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أيوب مر بظرفية صعبة للغاية، ما فكر أنه ينهار أو أنه يشعر بالضعف، ولكن بقي ثابتا على الحياة وعلى العقيدة، فأكرمه الله تعالى وخلد ذكره في القرآن العظيم. كذلك نجد نبي الله يونس عليه السلام، وما أدراك ما يونس الذي ابتلعه الحوت، أعظم قصة في الأمل، أعظم قصة في أن الإنسان لا ينبغي أن يضع أسلحته، ولا ينبغي أبدا أن ييأس من رحمة الله ولا أن يقنط من كرم الله. سيدنا يونس اللي هو كان نبي في قومه، ثم لما رأى عنادهم وجحودهم غضب فتركهم، ولما كان في السفينة على ظهر البحر السفينة تغرق، فعلموا بأنه عبد آبق، ولما رموه من السفينة التقمه الحوت. هل هناك خطر أكثر من هذا؟ أن إنسان في أعماق البحر وسوف يلتقمه الحوت وسوف يصير في بطن الحوت، ثم أهوى به إلى أسفل سافلين، إلى أسفل البحر. وربنا تحدث عن الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة جوف البحر، هذا هلاك محقق. ومع ذلك سيدنا يونس لم يخف ولم ييأس، وإنما ماذا قال؟ ظل يدعو الله تعالى حتى إن الله الكريم الله الرحيم علمه ماذا يقول. لما ذهب به الحوت العظيم إلى أعماق البحر وصلوا حدا واحد الجماعة من الحيتان، فسمعهم يسبحون الله، سمع الحيتان تسبح، فتعلم يونس التسبيح
وصار يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صار يقول مثلهم. فلما سبح الله تعالى سمعته الملائكة وقالت يا ربنا إن هذا عبدا كان يدعوك في الرخاء وإنه الآن في الشدة، يا ربنا فرج عنه. فقال ربنا عز وجل أفعل. فلما قال يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا أنجاه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله تعالى أنجاه. ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين. وقف على ذلك قصص الأنبياء كثيرة جدا، لو بقينا نذكرها ونتعلم منها قصة الأمل وقصة التشبث بالحياة وقصة أنهم يعملون لمصلحة أنفسهم والمجتمع والإنسانية كثيرة جدا. وخير مثال هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير البشر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كفاح وكلها مشقة وكلها تعب، ولم ييأس أبدا، لم ييأس في حياته كلها. مثلا نذكر ما وقع فيما يسمى بغزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب هذه من أخطر الغزوات والمعارك التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي وقع فيها؟ في غزوة الأحزاب، الأحزاب اجتمعت كل الأحزاب، دارت تحالفات، بدأوا المشركون في القبائل، قبائل قريش وقبائل غطفان وقبائل تميم وقبائل حمير، كل المشركين كلهم الوثنية العربية كلها اجتمعت. ثم داروا تحالف مع اليهود الذين كانوا في المدينة، يهود بني قريدة ويهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود خيبر، داروا اتفاقية تحالف، وهذا كلهم كانوا من خارج المدينة. ثم داروا اتفاقية مع المنافقين اللي كانوا داخل المدينة، اللي هم كيبينوا انفسهم انهم صحابة ولكن هم كانوا منافقين. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم خطرا من الداخل والخارج، والصحابة قالوا ربما هذه الأخرى للمسلمين، لأن كانت غزوة خطيرة جدا وكان حصار كامل. ما الذي وقع؟ النبي الكريم كان يتمسك بالله وكان عنده ثقة كبيرة في نصرة الله وفي رحمة الله. وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف العصيب في سورة الأحزاب، لما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا من أصعب ما مر به المسلمون في عهد الدعوة الإسلامية، يعني ماشي أزمة كورونا ولا غلاء معيشة، هذا أخطر بكثير. اسمع كيف يصور القرآن الكريم الظروف النفسية، قال بأن الأحزاب الطوائف كلها والتحالفات كانوا بالآلاف، جاءوا من جميع المناطق، جاءوا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن الأسفل، والصحابة شعروا بالخوف حتى أن أبصارهم زاغت، وحتى أن القلوب ديالهم كادت تصل إلى الحناجر. ومنهم من ظن بأن هذه النهاية، نهاية الإسلام انتهى، سوف يقضون على كل المسلمين وانتهى الأمر، وكان بلاء شديد. صور القرآن الكريم بأن البلاء وصل إلى مقام الزلزال، هكذا وصفه القرآن. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الساعات الرهيبة اللي الصحابة كانوا خايفين، ماذا فعل نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يبعث برسائل الأمل وبرسائل الحياة، فتشاوروا على حفر الخندق، الخندق الذي حول المدينة المنورة، وبدأ يحدث أصحابه عن الغد والمستقبل، يقول لهم لا تحزنوا، الغد سوف يكون جميل والمستقبل عظيم. بدأ يحدثهم عن الفتوحات الإسلامية، حدثهم بأن المسلمين سوف يتقوون ويكثر عددهم حتى إنهم سوف يصلون إلى فارس، وسوف تكون فارس بلاد كسرى، سوف تفتح لهم.
وسوف يصلون إلى الشام وبلاد القيصر سوف تصير لهم، وسوف يصلون إلى بلاد اليمن اللي كانوا في الحبشة. بدك يتكلم على المستقبل بأنها تكون فتوحات وغيكون خير عظيم ورزق وفير. وكان النبي الكريم يحفر الخندق يعمل بيديه وكان يترنم. لم يسمع الصحابة رضي الله عنهم سيدنا النبي يقول شعرا فيه ترنم حتى سمعوه في هذه اللحظة في حفر الخندق. كان يقول شعر موسيقي وكأنه يطرب القلوب ويهز الأفئدة حتى لا يخافوا. ومن هذا الشعاع الذي انبعث من النبي صلى الله عليه وسلم حيت قلوب الصحابة وتبدد الظلام ثم جاءهم الأمل. وفعلا كان الوعد الذي وعده الله تعالى، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نريد أيها الأحباب الكرام في هذه الظرفية العصيبة والصعبة التي تمر بها الإنسانية جمعاء في هذا القرن بسبب هذا الفيروس الكورونا، وأيضا أحبابنا في بلاد المغرب في مختلف المدن والأقاليم اللي كيشعروا بضغوط نفسية بقلق بتوتر بخوف، نقول لهم لا ينبغي أن نيأس ولا ينبغي أن نحزن، لأن سنة الله تعالى في أرضه وفي خلقه جرت على الابتلاء. هذا ابتلاء فقط، والابتلاء سوف يزول. ربنا عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالحمد لله قريبا سوف يزول كل شيء. ويكفي أن نتذكر الحديث النبوي الشريف لما قال النبي الكريم لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم إلا خيرا. لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فرغم الصعوبة التي نمر منها ولكن الخير إن شاء الله في الأمام. بعض الناس يقول إني أدعو الله تعالى كثيرا لكنني لم أحصل على إجابة. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح، وإذا سمع عباده يدعونه يقول له جبريل يا رب هل أقضي حاجتهم؟ هل أقضي حاجتهم؟ فيقول الله تعالى يا جبريل لا تقضي حاجتهم فإني أحب أن أسمع دعاءهم. الله تعالى يحب أن يسمع دعاءنا. لأن البعض قالوا طيلة هذه المدة قمنا بالصيام، صمنا أيام وقمنا الليل وقرأنا القرآن وتصدقنا بحلال أموالنا وفعلنا الخير والإجابة لم تحصل. نقول في ذلك سر عظيم، لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فسيدنا جبريل ملك اسمع الدعاء دي المؤمنين كيقول يا ربي هل أقضي حاجتهم؟ هل أقضي حاجتهم؟ هل أجيب دعوتهم؟ الله تعالى يقول له لا يا جبريل إني أحب أن أسمع دعاءهم. ربنا عز وجل هذه الأيام يحب أن يسمع دعاءنا، ولعله يباهي بنا الملائكة، يباهي بنا الملائكة. قد يتأخر الإجابة رحمة بنا. فالله سبحانه وتعالى لما تحدث عن أيوب ماذا قال؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب تأخر عنه الجواب، ظل يدعو الله تعالى كثيرا 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 ولكن تأخر عنه الجواب، وفي الختام أجابه الله تعالى. لما كان ينتظر سيدنا أيوب لم يجزع، لم يقنط من رحمة الله، لم ييأس، لم يتسخط، وإنما كان ينتظر الفرج من عند الله. فلما الجزع إذن؟ ألا ترضى أيها الإنسان بما كتبه الله لك؟ ينبغي أن نرضى بما كتبه الله لنا. هذه اللحظة لحظة عظيمة جدا، فيها مباهاة للملائكة. كان الصالحون اللحظة العاصمة يقول لك هذه هدايا، ربنا أهدى لنا فترة وشدة وبلاء لكي يختبر إيماننا ونحن نعبر عن قوة الإيمان. وكلما اشتد بنا المرض أو اشتدت بنا الأزمة أو اشتدت بنا الضائقة فكل ذلك مغفرة، هو رحمة من الله. لأن الأمراض والأسقام والعلل والصعوبات هي رحمات يغفر بها الله الذنوب ويمحي الله بها السيئات ويرفع بها الله الدرجات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما ضرب على مؤمن عرق
قط إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة. عرق عرق ديالك ربما تصاب بألم بوخزة إبرة، إلا الله سبحانه وتعالى يحط عنك خطيئة يكتب لك حسنة ويرفع درجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. فعلينا أن تكون معنوياتنا مرتفعة، ولا نيأس من رحمة الله، ولا نجزع ولا نخاف، لأن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصبه أو يصب منه، اللي بغى به الله الخير أصابه أو أصاب منه، لأن الإصابة لا تأتي لأي إمكان. ركين أناس اللي ربي لا ينظر إليهم ولم يصبهم لأنه لا يعبأ بهم، ولكن كاين أناس مؤمنين صادقين ناس فيهم الإيمان وربي أراد أن يباهي بهم الملائكة فأصاب منهم. من يرد الله به خيرا يصب منه. الصبر الجميل اللي قال فيه الله تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وأهل الإيمان وأهل اليقين تقول لك الحياة مهما كانت شقرة هي قصيرة جدا، لأنه ينتظرنا خلود في جنة النعيم، وربنا سبحانه وتعالى يعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن ما أحوجنا في هذه الظرفية التي نمر بها أن نشعر بالأمل ونشعر بأن نزاحم كل ما يتسرب إلى نفوسنا وضمائرنا وقلوبنا من خوف أو قنوط أو يأس. ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا، لأن هذه المصائب والشدائد ربما قد تكون بابا إلى خير مجهول. هكذا يفكر الصالحون، يقول لك المصيبة والشدة ربما كانت بابا لخير عظيم مجهول سوف نتعرف عليه فيما بعد. فرب محنة في طياتها منح كثيرة كثيرة. أوليس الله سبحانه وتعالى الذي قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ ألم يقل هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ ثم قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل شيء عند الله تعالى بمقدار، وكل شيء عند الله تعالى بسر من الأسرار. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث على أهل البلاء وأهل الشدة، قال بأنه يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. في الجنة لما يدخل الناس إلى الجنة غادي يلقوا بأن الناس يتفاوتون في النعيم، وغادي يلقوا بأن واحد الفئة عندهم نعيم عظيم وملك لا يبلى. فإذا رأيت ثم رأيت ملكا عظيما نعيما وملكا عظيما فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما. واحد الناس عندهم واحد الملك عظيم وخير كثير، فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أهل البلاء الذين صبروا على المصائب والشدائد. هؤلاء أعطاهم الله هذا النعيم، فيقولون: يا ربنا ليت كأنك أعطيتنا نصيب من البلاء. رحنا محظوظين في هذا الزمن، نحن في القرن العشرين في هذا الأشهر اللي عدنا فيها هذا المعاناة ديال فيروس كورونا، ربما نحن محظوظين أكثر من الناس اللي كانوا قدماء والناس اللي غيجوا فيما بعدنا، لأن ربنا عز وجل أراد أن يعطينا هذا الابتلاء لنصبر نحتسب ونرتقي نرتقي. وصدق صلى الله عليه وسلم لما قال: يود أناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم جميعا البلاء، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومن كل شدة. اللهم فرج اللهم فرج اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.